طب شوف الحديث التالي. ايوه وعن انس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند راسه فقال له: اسلم. فنظر الى ابيه وهو عنده فقال: اطع ابا القاسم. فاسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي انقذه من النار. إذا نسب الفضل إلى الله، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا واحد. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم يزور غير المسلمين؟ الجواب نعم، لكن يدعوهم إلى الله. مش تدعو غير المسلمين وتثبت أخطاءهم وكفرهم. مباشرة اغتنم الفرصة، ذكروا في الله، خلاص استجاب. ما استجاب سويت اللي عليك انت. هنا استجاب بفضل الله عز وجل. فاذا كان ولا بد ان تزور غير المسلم فذكره في الله، ذكره بالاسلام. انا ما بقول لك اتصدر للدعوة الى الله، تحتاج الى علماء، لكن هو جارك، ما هو ضعيف وانت ضعيف علميا. اما اذا كنت طالب علم لا، صار له حق عليك بزيادة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.